في الأستاذ نشأت من أسيوط بيقول سؤال في نبوة ميخا النبي، وبيسأل هل الرب ينتظر رأي الشيطان؟ في آية في نبوة ميخا: فقال من يغوي أخاب؟ فقال الشيطان أنا أغويه. فهنا سؤاله هل الرب ينتظر رأي الشيطان؟ لا، هي ربنا دايما أعطى فرصة حتى للشيطان أن يتكلم معه، وده معناه أن الإنسان لازم يدي فرصة لأي إنسان عايز يتكلم معاه، حتى لو الشيطان اللي بيتكلم على لسانه. يعني السيد المسيح أعطى الفرصة لكل إنسان أن يتكلم معه، حتى من بهم شياطين، واستطاع أن يخرج هؤلاء الشياطين. اللي بيكره ده ما هو فيه شيطان، يعني متسلط على فكره يعني. اللي بيعادي واللي بياخد مواقف عنيفة، الزوج اللي بيضرب زوجته والزوجة اللي بتخون زوجها، طب ما ده شيطان، تسلط شيطاني. الإنسان لما بيفوق لروحه يقول إزاي أنا عملت كده، إزاي كنت بعمل كده. توبة بقى تقوده إلى طرق النور وطريق الحياة، بعيدا عن السقوط والموت، موت الخطيئة.